أهلا بكم إلى تفاصيل خارجة. إذا عنوان ورقابة التجارية بالجلفة في وقفة احتجاجية مطالبين بتوفير الأمن أثناء خرجاتهم الميدانية نتيجة ما يتعرض لهم من اعتداءات حسب تصريحاتهم في ميكروفون زكريا مدح وعلي خليفة. نريد حماية لكل الأعوان في كل أوقات، لأن نعمل ليل ونهار ونطلب الحضور الدائم للأمن مع الفرق التي تعمل. كاين مشكل أنهم كاينوا زوج أعوان في السوق الوطنية في السوق المغطاة رقم واحد، أنهم دخلوا الزجار لقوا عنده لحم مفروم بدرجة مش عارف، ويمنع منع باتا أنه اللحم يجهز مسبقا. بادروا بالعمل تاعهم انهم تعرضوا للسب والشتم والضرب مما استدعى نقلهم للمستشفى. نحن كاعوان في مديريه التجاره، هذا الاعتداء الوحشي لن يثنينا عن اداء مهامنا في الميدان وحمايه المستهلك. طالب الوزاره لتوفير يعني هامش امن، لانه عملنا في مديريه التجاره يعني عمل في الميدان. أزمة مياه خانقة وكذا انتشار للزواحف اجتاح حي المكسم بولاية غردية، ليطالب سكان هذا الحي من السلطات التحرك وعدم التوصل في سياسة التجاهل الممارسة من قبلهم. نتابع التقرير مع أولي عاصم بخاري وشاهين زيزوي. يتوسل سكان حي المقسم ببلدية الضية بن ضحوة بغردية قطرة ماء في شهر رمضان، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، حيث تنقطع المياه عن الحي لأيام، ما يؤدي بهم إلى تكرار سيناريو التجمع أمام الجزائرية للمياه لتطلق المياه ليوم أو يومين، ثم تعود الأمور إلى حالتها. عندنا ما يجيناش كاع الماء، كيروحوا نشكو باش يجي الماء، سما كاين الإمكانيات باش يطلبوا الماء. نهضروا مع المديرية تاع الجزائرية للمياه يطلبوا ديك الجقمة تاع الماء ونقضوا الشاف دايرة باش يطلبوا لنا الجقمة. ما زاد من معاناة سكان الحي إلى انعدام النظافة بسبب تماطل عمال البلدية وغياب الرقابة حسبهم، ما أدى إلى تكاثر الزواحف والحشرات والتي أصبحت تهدد صحة الأطفال. عندنا المشكل تاع الحشرات الزاحفة والعقارب، واليوم لقاو احنا اليوم لقاو تم كيما هذه السيارة هذيك تم تحت العقارب كل يوم ثلاثة أربعة موجودة هنا يوميا. كم واحد طحنا والحجر العقارب القصبة لقاو الحنش هنا، والعقارب ذاك قال البارح لقينا منها عقرب. مزرعة الصغار سقسيهم وش لقاو عقارب في الدار، عندنا الدار هاي تاع عنفاس، عنفاس هنا كل يوم العقرب، كل يوم صلاح هذه قاعد تدخل الدار، كي نالي ينوض الريح كل دخل الدار. أي حاجة ماذا بنا النظافة؟ ماذا بنا حومتنا تنظف؟ كيفنا كي حومات الناس كي أي واحد؟ السياسة التنموية التي تنتهجها السلطات الوصية انعكست إلى الحياة الاجتماعية للمواطنين الذين يعانون في صمت حسبهم. إلى موضوع آخر، اختار متطوعون من ولاية وهران قضاء كل وقتهم طيلة الشهر الفضيل في عمل الخير، مفضلين خدمة المحتاجين والعدد المعتبر من عابري السبيل. العين من وهران مع سارة فرندي وشاهين السيسبي. نساء رجال وشباب من مختلف الأعمار فارقوا أسرهم وعائلاتهم ليطعموا الفقراء والمحتاجين وحتى عابري السبيل في شهر رمضان الكريم من دون ملل ولا كلل. عندنا الهدية اللي هي تتوزع مع الربعة ونص الخمسة، تتوزع للفقراء SDF مساكين، وعندنا قفة المحمولة. المحمولة هي عبارة عن قفة، هذه القفة يجوا موليها يدوها، يجوا يدوها نعطوهم كل ما يساوي للفطور. يوميا كاين جروب تاع الشيرات وكاين جروب تاع الشاشه، كنا دايرين نهار بنهار، كيما اليوم نورمالمون الشيرات وغدوه الشاشه وهكا. وهي نسوه غادرنا بيوتهن وتركنا انشغالاتهن لتحضير مختلف الوجبات لكل من حرم من لمه العائله بطيب القلب وفرحه غامره تزينها ابتسامه تدخل الفرحه في النفوس. احنا قاعنا متطوعين مبكروا من 7 الصباح، قاع امهات واخوات نجاء ورسال نساء قاعنا متلايمين نخدموا في وجه الله. الى القلوب الرحيمه، لان تلتفت الى القلوب الرقيقه، الى الفئات المحرومه، الى اليتامى، الى الفقراء والمحتاجين، ليعم الخير في جزائر الخير. هؤلاء المتطوعون لم يجتمعوا منذ بدايه رمضان مع ذويهم على مائده الافطار،
لكنهم يشعرون بفرحة غامرة وقد كرسوا وقتهم ومجهودهم خدمة للفقراء والمحتاجين وعابري السبيل. في الختام نذكركم مشاهدينا أنه يمكنكم متابعة برامج قناة النهار على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر، كما يمكنكم تحميل تطبيق النهار لأجهزة الأندرويد على جوجل بلاي بكتابة النهار تي في بالعربية والفرنسية لتستقبلوا إشعارات الهم العاجل. أشكركم على المتابعة.